هو المهرجان الغواني والتراثي كتنظموا الجهه هذه النسخه الثانيه بعد نجاح النسخه الاولى. النسخه الاولى اللي كانوا فيها اربع مهرجانات في واحد، هذا العام ان شاء الله كاين خمس مهرجانات في واحد. العام اللي فات كان التكريم ديال عمر السيد احد قيدوم مجموعه ناس الغيوان، هذا العام كاين الهرم الحاج محمد الدرهم اللي كان مجموعه الجلاله وعنده بزاف ما يتقال عليه في الميدان الفني، لهذا ارتأت الجمعيه باش تصل به وباش يكون ان شاء الله معنا في هذا المهرجان. المهرجان غينطلق نهار 13 يوليوز بمدينه الدار البيضاء بساحه الماريشال. هناك اسماء وازنه كجيل جلاله كمحمد درم اللي غادي يدمج واحد مجموعه من الشباب اللي تقريبا واحد 20 ل 25 شاب من الفنون الجميله، واللي غيعطونا واحد اللوحه كبيره. كذلك هناك الفنان الكبير اللي معروف على الصعيد الوطني والعالمي واللي معروف في التراث في العيطة وفي المرصاوي وفي الزعري وفي الشعبي اللي الاغاني ديالو الخالده، الفنان عبد العزيز الستاتي. كننتقلوا نهار 14 في مدينه ازمور اللي كاينين فيها كذلك فنانه كبار، ومدينه برشيد نهار 16 ونهار 18 مدينه مديونه، والاختتام اللي غادي يكون في مدينه بن سليمان واللي غادي يكون حاضر فيه الفنان عبد الله الداودي ومسنوه ميلود، وكذلك واحد السيمفونيه ديال خمسه ديال عبيده الرما اللي معروفين بن سليمان بعبيده الرما. انا سعيد جدا بهذه الالتفاته الكريمه من طرف الجمعيه، واللي كنعتبرها بطبيعه الحال كما قلت سابقا هو تكريم للمجموعات، لجميع الناس اللي تعملوا في هذه المجموعات، لانه انا اؤمن بالعمل الجماعي، لا اؤمن بالعمل الفردي في هذا الابداع. بطبيعه الحال دائما الابداع هو عمل جماعي، غير تيكون عمل جماعي كثير كبير او لا تيكون فرد خرج بعمل وتبين انه عمل فردي، لان الابداع دائما البشري هو عمل جماعي. فأنا سعيد جدا ونتمنى لهذا المهرجان النفس الطويل، وما أنه ما يوقعش ليه متى يوقع المهرجانات الأخرى. كثير من المهرجانات بدات وفشلات ولا وقع لها مشاكل، فنتمنى التوفيق، وحنا مستعدين أن نتعاونوا جميعا في هذا المجال، ولا سيما إذا تكلمنا على مجموعات الناس الغيوان وجيجلة ومشاهب وما أعطوا لهذا البلد من عطاءات إبداعية كبيرة وكثيرة جدا، اخترقت بطبيعة الحال الحدود الوطنية وتعرفت على صعيد الدولي، وكانت بمثابة يعني نبراس وبمثابة سراج للعادات ديال الأشكال الإبداعية، عادات ديال الأشكال، بحيث أنه في الوقت ديال لما تنهضروا على السبعينات نهاية الستينات كان المسرح مسرح الهواة تعرف الأوج ديالو، ولما ظهرت مجموعة الناس الغيوان وتبعوها المجموعات الأخرى من جيل جلالة والمشاهب أثروا تأثير كبير على جميع أشكال الإبداع، لا التشكيل ولا السينما ولا كل، أصبح يبحث في التراث ديال البلاد ويبحث على وسائل التعبير الفني في البلاد، سواء في المسرح أو السينما أو التشكيل أو جميع أشكال الفنون كلها تأثرت بهذه الحركة. وأنا ما تنقولش هذا الشيء بوحدي، ولكن تيقولوه الناس اللي كيشتغلوا في هذا المجال في التعبيرات الفنية الأخرى. فأنا لا يمكن إلا أن أتقدم بالشكر لكم أولا لأنكم جيتوا تبلغوا هذا الشيء للجماهير والجمعية اللي قامت بهذا المهرجان، ونتمنوا لهم التوفيق إن شاء الله والنجاح والاستمرار الاستمرار الاستمرار. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو هذا الفيديو مع اصحابكم، وما تنسوش ديروا جيم الموقع إحاطة على شبكات التواصل الاجتماعي.